أنا يعني هنتكلم على نتائج الجولة بتاعت النهاردة. الجونة بيتعادل مع سموحة 2-2، مصر المقاصة 0-0 مع المقاولين، والمصري بيخسر من بيراميدز 2-1. خلينا نتكلم على يعني على الجزئية دي، هرجع لك ملف الدوري، بس قبل ما نخش على ملف الدوري خلينا نخلص موضوع فيتا كلاب كمان. يعني خلينا نتكلم إن في إيجابيات من مباراة طلائع الجيش، هناخدها معانا لفيتا كلاب. فيتا كلاب أنت شايف المباراة إزاي؟ قبل ما نخش طبعا على الدوري ونتكلم على الفرق اللي انت كمان شايفها مفاجأة في الدوري، لكن شايف ايجابيات طلائع الجيش ازاي ناخدها ونستفيد منها في مباراة مهمة جدا، وانت عارف المباراة دي مهمة ليه؟ طب يعني النادي الاهلي مش متحمل بالظبط، وخلي بالك نتيجة سلبية، وبيتا كلاب يعتبر كمان يعني عنده امال كبيرة جدا، عنده ثلاث نقاط، النادي الاهلي عنده ثلاث نقاط فارق الاهداف لصالح بيتا كلاب، سيمبا متصدر والمريخ في اخر المجموعة. اليوم الثالث او الجولة الثالثة من المجموعة دي مهمة جدا 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 للنادي الاهلي. مباراة فيتا كلاب يا كابتن يعني لازم النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي لازم يبعد نفسه عن الضغوط بتاع ماتش سيمبا. لو احنا عشنا في ماتش سيمبا زي مباراة طلائع الجيش كده يعني لا قدر الله ممكن نتأثر، لان النادي الاهلي لو ان شاء الله ثلاث نقط مهمين جدا. قصدك تقصد ضغط الهزيمه بتاعت سيمبا على ارضها؟ دي اعتقد دي انتهت، بس يعني الجدول قدامك برضو علاء زي ما انت بتقول، فيتا عنده ثلاث نقاط، النادي الاهلي عنده ثلاث نقاط فارق الاهداف، وخلي بالك النادي الاهلي هيلاعب فيتا كلاب مرتين في القاهره، والجوله اللي بعديها هيلاعبه هناك، فعايز اخد الماتشين دول باكج واحد. ده مهم جدا ان شاء الله باذن الله لو حصلنا على الست نقاط اعتقد ان احنا يبقى حطينا رجل ونص في دور الثمانية. يعني في ظل الظروف اللي موجوده كابتن، لو احنا خدنا اربع نقاط من المباراه اعتقد ده مكسب كبير. يعني احنا لو كسبنا الماتش بتاع يوم السبت، لا احنا عايزين ستة، احنا طبعا عايزين تسعة بالظبط لكن احنا منطقيين يا كابتن ان احنا برضو ماتش سيمبا، المباريات الخارجيه للنادي الاهلي الحقيقه يعني حتى الموسم الماضي في افريقيا النتائج برضو ما كانتش على المستوى المطلوب، بس كسرناها كابتن علاء في مباراة الوداد. يعني الوداد يعني برضو اعتقد في وجهة نظري الماتش اتسهل من البداية، يعني برضو جون خطأ من المدافع خلى الدنيا بقت سهلة، لكن لو مسكنا الماتشات كلها هتلاقي دايما يتعادل في صعوبة شوية بالظبط. فطبعا لو احنا ورحكمل كمان ماتش سيمبا، ما برضه مباراه خارج الارض صحيح، فرقه كويسه لكن مش على مستوى النادي الاهلي. صحيح، خلينا نتكلم منطقيين، يعني المفروض ان المجموعه دي لما نيجي نتكلم فيها النادي الاهلي وبعد كده نحط اي حد فيها. مظبوط، لكن هي فرقه محترمه الحقيقه فرقه سيمبا. فيتا يعني من النتائج بتاعتها مباراه سيمبا تكسبها في فيتا برضه ده بيدينا اطمئنان شويه، لكن النتيجه الكبيره جدا بتاع المريخ لا, لا 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 لازم ناخد بالنا عشان كده هو جاي بروح معنويه مرتفعه جدا. ده كمان وكسب على خارج ارضه وكسب نتيجه كويسه جدا امام طبعا المريخ، فانت النهارده الروح المعنويه المرتفعه دي اكيد هيستغلها في ماتش يوم السبت. ده كمان اللي انا عرفته كمان ان طلع من السودان على صحيح معسكر هنا، فده دليل الناس يعني واخده الموضوع جد. طبعا بيلعب النادي الاهلي، لكن هو عشان يطلع يقعد له اسبوع 8 ايام في القاهره، فالمواجهه مش هتبقى صعب، مش هتبقى سهله طبعا ولا هينه طبعا. شايفها ازاي كابتن علاء؟ المباراه هتبقى صعبه طبعا في البدايه، هتبقى صعبه لكن احنا الحقيقه احنا عندنا برضو لعيبه تصنع الفرق الحقيقه. ممكن في وجهه نظري في لعيبه بعيده لازم تخش الفتره اللي جايه، في وجهه نظري يعني انا شايف ان ديانج لا لازم يبقى ليه دور كبير جدا في الفتره اللي جايه. انا شايف ان هو مهمش شويه الفتره اللي فاتت. افريقيا ولا الدوري ديانج؟ الاثنين، انا شايف الاثنين الحقيقه. يعني ديانج كان عامل حاله كويسه جدا، فوجئنا في كاس العالم للانديه ما بياخدش فترات كبيره، مع ان انا في وجهه نظري كان لازم ياخد.